السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، نعم، لله التسبيح بالمسبحة هل هو يعني بدعة؟ هل إذا نظر الإنسان مثلا الإنسان يسبح بالمسبحة هل ينكر على هذه أو لا؟ التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال اعقدنا، يخاطب النساء، اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح في المسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة كأنما يقول للناس انظروني أني أسبح 1000 تسبيح. ثالثا، أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب، ولهذا تجد يسبح بالمسبحة وعينه بالسماء وعلى اليمين وعلى الشمال، مما يدل على غفلة قلبه. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، ويسبح باليدين جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى فقط. نعم.